لا وجود لملة سماوية. أنت غالية جدا في الإسلام. ولا أرضية. حافظ محمد was a feminist. أكرمت المرأة مثل الإسلام. من كل الادعاءات التي أتى بها دعاة الإسلام أن الإسلام دين السلام والأخلاق والعلوم، الأشياء التي لا أتفق معها أبدا، وسنتكلم عن ذلك في حلقات لاحقة، ولكن ادعاء أن الإسلام أعز المرأة هو من أغرب الأشياء اللي سمعتها بحياتي، لأن القرآن والسنة نفسهم يتعارضون تماما مع هذا الادعاء. حتى الأماكن التي يفترض أن الإسلام يتكلم بطريقة إيجابية عن المرأة لا يوجد فيها عز للمرأة أبدا كما سنرى اليوم. خلونا نبلش. لما بنسمع أن الإسلام أعز المرأة يفهم من ذلك أن الإسلام أتى وأخذ أحوال المرأة على ما كانت عليه وطورها للأفضل. الآن إن قارنا الإسلام وأحوال المرأة ما قبل الإسلام في الدول المجاورة للجزيرة العربية كسوريا مثلا، كان لهم زنوبيا وهي قائدة، مما يدل على أن المرأة كان لها قيمة في المجتمع. وما في داعي نتكلم عن المصريين واحترام وعز للمرأة، ولا ملكة الأمازيغ أو ملكة إفريقيا ديهيا اللي قالوا بلي كانت بوغو صاب الزيف. إن قارنا أحوال المرأة ما قبل الإسلام بالدول المجاورة فهذه قسمة ضيزة، وسيخسر الإسلام فورا قسمة غير عادلة. لذلك خلونا نسهل الموضوع شوي على الإسلام. خلونا نقارن أحوال المرأة بالمنطقة نفسها الجزيرة العربية ما قبل مجيء الإسلام، أو الفترة الزمنية التي يطلق عليها اسم الجاهلية، طبعا يطلق عليها ذلك على يد المسلمين، بمعنى أنهم كانوا يعيشون في جهل قبل مجيء نور الإسلام. طبعا وللأسف ما عندنا صورة شاملة عن كيف كانت أحوال العرب قبل الإسلام، لأن التاريخ دائما يكتب على يد المنتصرين، ولكن هناك مقتطفات مبعثرة عند قراءتها نستطيع تكوين صورة عن كيف كانت أحوال الناس في ذلك الزمان. على سبيل المثال بنقرأ الزبراء الكاهنة هي راحت هي وسيدة القوم امرأة خويلة لحتى تحذر قومها من شر آت. فأقبلت خويلة سيدة القوم تتوكأ على زبراء الشاعرة، فلما أبصرها القوم قاموا إجلالا لها. القوم قاموا إجلالا لحضور سيدة القوم اللي هي مرأة. قالوا ما تقولين يا زبراء؟ قالت واللوح الخافق والليل الغاسق والصباح الشارق والنجم الطارق. والنجم الطارق، بتذكر في حدا بيكتب آياته بهي الطريقة الشعرية نفسها اللي هي السجع، وبيستخدم هذا اليمين نفسه النجم الطارق، بس ما بعرف مين، نسيت، بتمنى حدا يساعدني يذكرني بالتعليقات. والمزن الوادق، إن شجر الوادي لا يأدو ختلة ويحرق أنيابا عصلة، إن صخر الطود. عندي سؤال، إن كانت هذه الأبيات موجودة في القرآن الحالي ببدايتها بسم الله الرحمن الرحيم وبالنهاية صدق الله العظيم، هل كان لأحد أن يميز هذه الأبيات عن القرآن؟ لا أعتقد ذلك. على كل حال الصورة واضحة، النساء رأيهم يسمع من القوم وهم سادة القوم ويقام لهم إجلالا. وما في داعي نرجع كتير ما قبل الإسلام، زوجة محمد خديجة الزوجة الأولى هي كانت قائدة من قادة قريش، من أكبر تجار وأغنى أغنياء قريش، وكلمتها مسموعة عند الجميع. هي كانت تصرف على محمد أصلا، والغريب أنه بفترة حياتها محمد لم يتجرأ الزواج أو النظر إلى امرأة أخرى، ولكن بعد ما ماتت خديجة محمد تزوج ما يقارب 14 امرأة وكان له 9 نساء في وقت واحد حسب الروايات. طبعا هو ما دخله بالموضوع، الموضوع كله حصل بسبب أو برعاية إله الكون والآيات المميزة التي أرسلها له. وفينا نعرف من قراءة القرآن أن النساء ما قبل الإسلام كان عندهم الحرية أن يلبسوا شو ما بدهم، وحتى يتبرجوا إن أردنا ذلك، ويخرجوا من البيوت بحرية ويعيشوا حياتهم، يكون عندهم تجارب خاصة. بنقرأ بالآيات اللي بتقول يا أيها النبي قل لأزواجك، طبعا مو زوجة واحدة، زوجات، وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب وما تضعه المرأة ليستر بدنها، ومنه الوجه. تجيب جلباب وتدنيه، تدنيه من رأسها فوق، غطي الجسم كاملا. قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هي أحكام جديدة لأشياء ما كانت موجودة من قبل. النساء من قبل كانت تلبس شو ما بدها وتطلع كيف ما بدها، القرآن عم بيغير هي الأشياء وعم بيجيب أحكام جديدة. حطوا جلابيبكم وتغطوا بطريقة لما بتخرجوا بالبيت ما تنعرفوا أبدا، إذا أجبرتم على الخروج من البيت بتتغطوا إنه بشكل ما تنعرفوا. فهون عندنا القرآن عم يتدخل بشكل مباشر، أو خالق الكون عم يتدخل بشكل مباشر بلباس المرأة شو هي لازم تلبس. نقرأ آية أخرى بنفس الصورة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هاي الآيات يفهم منها إنه كان في شيء ماشي بوقت ما، والله جاب المعاكس تبعه اللي هو أنه النساء كانت تخرج على كيفها، تلبس شو ما بدها، تتبرج إن أحبت ذلك، كله مسموح أو كله موجود بالمجتمع. إله الإسلام عم بيقول لا للإمرأة، عادي بالبيت ما بتخرجي منه، وإن أجبرتي على الخروج بتتجلببي بشكل أنك ما تنعرفي ولا تتبرجي وتحطي ميكب ورواح جميلة والآخرة من اللباس الجميل، هذا الشيء ممنوع صار بالإسلام.
هذا تدخل بحريات أساسية عند الإمرأة، مو بس الإمرأة، عند الإنسان. هتدخل بحريات أساسية. ترقيع الشيوخ بوقتنا الحالي هو أنه لو سمحنا للنساء يخرجوا بالطريقة اللي هن بدهم إياها رح يزيد التحرش بالمجتمعات، مثل ما شايفين مجتمعات الغربية اللعينة الكافرة، ومثل ما كان أيام الجاهلية. فالحل المثالي لإله الكون كلي الحكمة، بدل أن يأتي بآيات أو أحكام للرجال أنه إذا شفتوا النساء خرجوا من بيوتهم على رياحتهم أو لبسوا شو ما بدهم أو أنت بالرجل لا تتحرشوا فيهم، لهم الحرية، هذا كيان وإنسان له حقوق وحرية، لا تتحرش فيه. عوض ما يعمل هذا الشيء، إله الكون قرر لا، من إلا للمرأة عادي بالبيت، لا تخرجي منه، لا تتبرجي، وإذا خرجتي تلحفي بطريقة أنه ما تنعرفي. هيك بتحمي حالك من نشر الفجور والتحرش بالمجتمعات تبعنا. هذا هو ترقيع الشيوخ بوقتنا الحالي، وعمليا هذا هو تفكير الإله على ما يبدو من القرآن نفسه. ويا ريت لو الأمور توقف هون، ولكن للأسف لسه ما بلشنا. خلونا نقرأ بعض الآيات التي أعزت المرأة ورفعت شأن المرأة عن ما كانت عليه من قبل. بنقرأ الآية الشهيرة اللي بتسمح للرجال بالزواج بأربع نساء، هذا المفهوم الإسلامي المشهور جدا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، بمعنى إن خفتم ألا تنكحوا اليتامى بالعدل، أنه أن تأتوا المهر لليتامى بشكل عادل، إن خفتم من ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، النساء من غير اليتامى، مثنى وثلاثا ورباع. مفهوم أن الرجل بيقدر يتزوج امرأة بعدين يتزوج ثلاثة من بعدها، ويصير أسماءهم امرأة رقم واحد أو زوجة رقم واحد زوجة رقم اثنين، هي مصيبة بحد ذاتها، وأنا ما لح أعلق عليها كتير، لح نعلق على ما بعد أو نهاية هذه الآية. فإن خفتم ألا تعدلوا، من إذا خفتوا تجيبوا أربع نساء وما تعرفوا تعدلوا بيناتهم، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، تزوجوا واحدة فقط أو ابقوا على ما ملكت أيمانكم. ملك اليمين أو ملكات اليمين هم النساء التي يتم إلقاء القبض عليهم بالحرب، وأيضا الجواري والسراري التي يتم بيعهم وشرائهم في سوق النخاسة وإلى آخره. الرجل المسلم يحق له ما يشاء من ذلك، ما في رقم معين مثل مثنى وثلاث ورباع. وجود مفهوم ملك اليمين أو ملكات اليمين في الإسلام هو يتعارض تماما مع ادعاء أن الإسلام أعز المرأة، شغلتين ما بيجتمعوا مع بعض. ما فينا يكون في عنا نظام بيسمح بالعبودية الجنسية لما منلقي القبض على النساء بالحرب أو نشتريهم ونبيعهم بالسوق، ونقول هذا النظام أعز المرأة، شغلتين ما بيجتمعوا مع بعض. ولكن طبعا ترقيع الشيوخ بوقتنا الحالي لموضوع للأمرين، تعدد الزوجات ولملك اليمين، بداية بيقول لك ملك اليمين كان من زمان، هذا انتهى بوقتنا الحالي. أنت شايف ملك يمين؟ ما في ملك يمين. وما معنى قول الله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم؟ ملك اليمين طبعا هو غير موجود في زماننا اليوم، بمعنى انه الله نفسه اللي نزل هذا الحكم ما كان بيعرف انه حينلغى مع الايام، يعني مو الاسلام اللي لغى اصلا ملك اليمين، حقوق الانسان هي اللي لغت مفهوم ملك اليمين والعبوديه وسوء النخاسه. الله ما كان عارفان هذا الشيء رح يصير. الله كان عنده فرصه لما تكلم عن ملك اليمين او السبي اللي كان موجود قبل الاسلام، عوض ما يلغيه ويقول ابتعدوا عن هذا الامر بشكل قاطع، مثل ما بشكل قاطع لغى الخنزير والمشروب، لا، أعطانا تعاليم كيف فينا نتعامل مع ملك اليمين تبعنا. هاي هي الطريقة اللي الإسلام أعز فيها المرأة. وإن كان فعلا أن الله أتى بالقرآن كأحكام لزمان سابق، هذا يعني أن القرآن بالضرورة لا ينطبق على كل زمان ومكان، ولا يجب الأخذ به في وقتنا الحالي. أما ترقيع تعدد الزوجات هو أنه يا قصي في عنا مشكلة بمجتمعاتنا أو بالعالم كله يمكن اسمها العنوسة، وتعدد الزوجات بيلغي هذا الشيء، وكأن المرأة هي هدفها الوحيد بالحياة الزواج، ما لها قيمة حياتها من دون زواج، وكأن المرأة ما عندها أحلام أو أهداف أو مشاريع أو أي فكر خاص فيها، همها تتزوج شخص مسمح له يتزوج ثلاثة من بعدها، عدا ذلك هي فاشلة تعتبر. لكن للأسف هذا مو موجود غير مجتمعاتنا. والآيات اللي بعدها هي الآيات الجميلة بتوضح لنا شو رأي الله بالنساء أو شلون بيشوف النساء بأي مستوى أو بأي نوع تفكير. الآية اللي بتقول ولا تأتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، مما يعني أنه لا تسلموا أموالكم أو المدخول المادي تبعكم للسفهاء. وبصراحة هي نصيحة حلوة كتير، أنا إذا بعرف حدا سفيه بحياتي أو غبي غير قادر على التفكير بشكل ناضج أو كامل ما رح سلموا المدخول المادي تبعي. ولكن هون بنسأل نفسنا، من هم السفهاء الذين يتكلم عنهم الله هنا؟ فيتضح معنا أن السفهاء برأي خالق الكون هم البنون والنساء، يعني ولادنا ونسواننا. إله الكون عم بيقول إنه النسوان هن مثل الأطفال سفهاء، غير ناضجين التفكير أو تفكيرهم غير كافي إنه يتحكموا بمدخول المادي تبعنا. كيف هذا أعز المرأة هذا الكلام؟ أي صديقة أو امرأة مسلمة إذا عم تقرأ هاي الآية كيف بتشعر بالعز من جواتها؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قالوا النساء والأولاد كل سفيه لا يحسن التصرف.
كيف الرجل نفسه اللي عم يسمع هذا الكلام ومفكر انه اله الكون هو اللي عم يعطيها، كيف بده يصير العام يعامل الامراه وشو النظره بده ينظر لها للامراه لما بيعرف انه اله الكون يعتقد انها سفيهه مثل الاطفال وعقلها غير ناضج؟ ولكن طبعا هي مو اول مره اله الكون بيهين المراه بشكل مباشر. في عنا الايه الشهيره اللي بتقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني الامور لما بيكون بده شهود بتجيب رجلين، فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتين، يعني اذا ما قدرتوا تجيبوا رجالين بتجيبوا رجال وتنتين نسوان ممن ترضون من الشهداء، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. ولكن دعونا نتحدث بلغه العلم، لان الله عز وجل لا يامر امرا الا فيه حكمه علميه. دماغ المرأة أيها الأحبة كيف يعمل أثناء التذكر؟ ودماغ الرجل كيف يعمل وأيهما أكثر كفاءة؟ فالرجل يستطيع أن يتذكر معلومة محددة في لحظة محددة بشكل أفضل. لماذا؟ لأن هناك مناطق محددة في دماغ الرجل أثناء التذكر تعمل بمعزل عن التأثيرات العاطفية. المرأة تتذكر الأشياء ولكن هذه الذاكرة تتأثر بعاطفتها. الله خلق الرجال بطريقة أنه ما بينسوا الشهادة تبعهم هن، فمنجيب شاهدين من الرجال هذا الشيء كافي على الأمور، ولكنه خلق النساء بطريقة أنه أحياناً إذا نسيت واحدة بتجبرها واحدة تانية تذكرها، فناقصة بالتفكير يعني بشكل عام، شهادتها لا تؤخذ محمل الجدية إلا إن أتت امرأة واحدة تانية معها. سؤالي أنه الامرأة التانية أليست هي أيضاً من النساء؟ وبركي هي نسيت، شو نعمل نجيب واحدة ثالثة ولا منجيب رجال وقع على رأسه وهو صغير بيكون يعني ما بعرف شو اللي كاتب هاي الآية، ما عندي فكرة شو مستوى التفكير تبعه بتقييم الأمور. أنك في حالة الشهادة عندما تسمح لشخص آخر أن يأتي معك يرافقك لتستأنس به، أنا أتصور هذا تكريم ليس نقص. يعني عندما سمح للمرأة أن تأتي بامرأة معها هذا تكريم لها بالمنطق، يعني بالمنطق طبعا. يعني أتمنى لو الكحيلي وأمثاله كانوا عايشين من 1500 سنة، لأنهم لو كان ذلك لشرحوا القرآن لمحمد، لأنه على ما يبدو محمد لم يفهم المعنى الحقيقي لهذه الآيات. ولكن ومن حسن الحظ أن الرسول نفسه شرح لنا ليش شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل بالحديث اللي دار بينه وبين مجموعة من النساء اللاتي لم تعجبهم هذه الآية. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، يعني تصدقوا وعملوا شغلات حسنة بحياتكم لأنه أظهر لي أو أوري لي أنه أنتم النساء أكثر أهل النار. وهلأ منعرف ليش هم أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن، الرجال ما بيلعنوا على فكرة حسب هذا الحديث، وتكثرن العشيرة، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يعني ما شفت مثلكن أنتم النساء ناقصات بالعقل، عقلكن ناقص، وناقصات بالدين أيضا، وبنفس الوقت بتجننوا الرجال الأذكياء للألباب بالحوارات معهم. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام أليست المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. هذا الدليل هو دليل حازم قاطع أول شيء، طبعا دليل رائع وأنا بحبه. ليش؟ لأنه أنا بحس الرسول كأنه قال شلون؟ أو ليست الآيات العربية الشعرية التي تأتي لي عن طريق ملاك لا يراه ويسمعه أحد إلا أنا يأتي بهذه الآيات من عندي إله مخفي خلق كل شيء، الإله الذي يتطلب ملاك لحتى يرسل رسالة تبعه لسبب ما، أو ليست هذه الآيات تقول أنكم ناقصات عقل؟ قالوا بلى. شو بدك أحلى من هيك دليل؟ هذا اسمه الدليل القاطع. هذا الشيء بذكرني بالإخوة المسلمين لما نفوت بالحوارات ونسألهم عن أدلة عم يجيبون آيات من القرآن، الدليل أن الله قال في سورة كذا. نكمل بعد ما قالوا بلى. قال الرسول فذلك من نقصان عقلها. الآية الدليل القاطع جبت لكم إياه هو دليل على أن عقلكم ناقص، أنتم كانوا سوار، أنا ما دخلني إله الكون هو اللي يعني. نكمل أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. هي الجملة ومع احترامي الشديد أغبى شيء تم كتابته أو قراءته بتاريخ الكتابة والقراءة البشرية، لسبب بسيط جدا. الله أرسل الدين، الرجال كاملين في هذا الدين، لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك مانع بيولوجي للرجل لأن يبتعد عن الصلاة والصيام في حياته، ممتاز. النساء ناقصات الدين، لماذا؟ لأن هناك مانع بيولوجي يمنعهم أو يبعدهم عن الصلاة والصيام في فترات معينة اللي هي الدورة الشهرية. طيب السؤال هلأ بيصير من الذي يفترض أنه خلق النساء على هذه الحالة أو على هذا الحال؟ الله. طيب من الذي أتى بالحكم أن هذا الحيض هو نجس أو أذى وأنهم إن حاضت المرأة يجب أن تبتعد عن الصلاة والصيام؟ من الذي أتى بهذا الحكم؟ الله نفسه. كيف لنا أن نتقبل أنهم ناقصات دين؟ إن كانت النساء تتبع أوامر الله وأوامر هذا الدين بالابتعاد عن الصلاة والصيام أثناء الحيض، فكيف لك أن تصفهم بناقصات دين؟ حرفيا عم بيطبقوا الدين اللي أنت عطيتهم إياه أو الأوامر. فالله كلي الحكمة يصف النساء على أنهم ناقصات دين
بسبب شيء هو يفترض أنه خلقه وهن ما عندهم أي خيار فيه أبدا، الدورة الشهرية. هي مثل إذا الله أتى بحكم وقال لعن الله من بكى عندما تعرض للضرب، بعدين بيخلق جسم الإنسان بطريقة أنه إذا تعرض للضرب أو للأذى أو للألم بيبكي. نفس الشيء تماما. وهلأ خلونا نقرأ بعض الآيات اللي فيها حقوق للمرأة والرجل في إطار الزواج. شو الحقوق عند الزوجة والزوج؟ على سبيل المثال، الرجل الناشز اللي هو النشوز في الإسلام أو في القرآن هو رفض تقديم حقوق الطرف الآخر. واحدة من هذه الحقوق هو المضاجعة أو ممارسة الجنس. فإذا رجل نشز عن زوجته ما له رغبان يمارس الجنس معها، شو بصير عليه أو شو حقوقه؟ لنبدأ بحق الرجل الناشز على زوجته. نقرأ بسورة البقرة، بمناسبة في شيء غريب بالقرآن اللي هو منلاقي أحوال أو أحكام للنساء والزواج والطلاق بسورة البقرة أو بصور أخرى بطريقة مبعثرة، مع أنه بالقرآن نفسه في عنا صورة اسمها صورة النساء وصورة اسمها صورة الطلاق، لازم هاي الأحكام تكون مجموعة فيها وموجودة فيها. هذا الشيء صار بسبب طريقة الجمع اللي جمعوا فيه القرآن العشوائية والغير موفقة أبدا، لكن مو هذا موضوع حلقتنا اليوم. سورة البقرة لآية 226 بتقول للذين يؤلون من نسائكم تربصنا 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. الإيلاء معناه الحلف، الحلف أن يحلف الإنسان على عدم معاشرة زوجته، على عدم جماع زوجته. فالله عز وجل أعطاه مهلة 4 أشهر، مما يعني أن الرجل الناشز الذي أقسم على عدم ممارسة الجنس مع زوجته يستمر هذا القسم 4 شهور فقط، وضمن هال4 شهور عليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة. الفيئة يعني أن العودة عن كلامه، ما بصير الطالب أنه لا رجاء مارس مع الجنس بهذه المدة، عليها أن تصبر. وضمن هال4 شهور يحق للرجل أن يعود لزوجته ويمارس معها الجنس بأي وقت هو بقرره، ولكن إن تخطى ال4 شهور الآن يحق للمرأة أن تطالب الرجل بممارسة الجنس، وإن رفض ذلك ونشز مرة أخرى بعد 4 شهور هنا يحق لها المطالبة بالطلاق. وفي آية تانية كمان تتكلم عن موضوع نشوز الرجل. وإن امرأة خافت من بعلها يعني من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، أي لا إثم على الزوجين، أن يصلحا بينهما صلحا. هي الآية هي مميزة لأنها أتت لزوجة رسول الله سودة. سودة كان معروف عنها أنها كبيرة بالعمر، مثل ما موجود برواية ليلة المزدلفة أنها كانت بدينة الجسد وكبيرة بالعمر ومريضة بشكل عام، امرأة كبيرة. فعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على طلاقها، كان بده يطلقها لأنه كبرت بالعمر، فخافت على نفسها، فقررت بحركة ذكية أنه تهب ليلتها لعائشة، لأنه هي كانت بتعرف أنه عائشة هي الزوجة المفضلة عند الرسول. وطبعا قبل رسول الله في هذا الكلام وفرحت الملائكة وفرح الله نفسه على ما يبدو بقرار سودة، لأنه أنزل فيها آية بسبب هذا القرار: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر منها أو يعرض عنها فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق عليه. المرأة إما أن تهب يومها لضرتها إذا وافق الزوج، أو أن يصطلح مثلا على أنها تدفع شيئا من مهرها حتى لا يطلقها، أو أن تدفع شيئا من مالها، فلا إشكال في ذلك. يعني إختي المسلمة، إن خفتي من زوجك نشوزا تنازل عن حقوقك فورا، بتسلمي ليلتك لزوجي أجمل منك لأنه هو عنده أكثر من زوجة، أو تنازلي عن حقوق الكسوة والمسكن والنفقة وإلى آخره، أي شيء من أنواع حقوق تنازلي عنه فورا، عرضي عليه أنه أنت حتتنازلي عن حقوقك، وهو بيقرر، هو اللي بيقرر إذا بده يوافق على العرض تبعك أو لا. بتمنى حدا يساعدني استخراج عز المرأة في هذه الآيات. هدول آيات المعنى تبعهم بشكل واضح أنه الزوج إذا نفر عن زوجته أو نشز عنها بحق له يقسم عليها 4 شهور، بهال4 شهور هي ما بحق لها تطالبه بالجنس، ومن بعد ما يمضوا 4 شهور بيقدر يطلقها إذا هو ما قرر يرجع لها، لكن إن قرر ليس عليه شيء. وبهال4 شهور لازم هي تقدم له عروض، لازم أختي المسلمة تقولي له لزوجك حأتنازل عن حقوقي، مسكن، ملبس، كسوة، أي شيء بتنازل بس رجعني لعندك. هل هذا فيه عز للمرأة فعلا؟ الزوج لا يراك جذابة أو جميلة، تنازلي عن حقوقك وعيشي معه لهذا الرجل ولا تتطلقي، لأنه الله ما بيهمه أن تكوني سعيدة بحياتك أو عايشة مع الزوج الصحيح أو شريك الحياة الصحيح، ما بيهمه الله، الله بيهمه تضلي متزوجة فقط أن لا تتطلقي. هيك هو يرى أنه هذا أفضل للمرأة. ولكن كل هذا الكلام مو مشكلة قدام اللي حيجي هلأ، اللي هو ما هي حقوق المرأة إن نشزت عن زوجها أو لا ترغب بممارسة الجنس معه. الآية بتقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بعرف إخوتي المشاهدين كلكم تعرفوا هاي الآية شو هي وشو النتيجة تبعها، ولكن كل كلمة بهاي الآية فيها مصيبة مثل النهاية تبعها.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. شو معنات هذا الكلام؟ الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا أعوجت، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي أن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجل. نحن عم نحكي هون على إله الكون اللي يفترض بأنه أعز المرأة بكتابه الأخير ورسالته الأخيرة، عم بيقول أنه الرجل قيم ومعلم ومؤدب ورئيس للمرأة وهو أفضل منها. الرجل بشكل عام برأي إله الكون اللي هو صدف أنه هو أيضا رجل سبحان الله ورسوله رجل وملائكته رجال، الرجل برأيه أهم وأفضل من المرأة بكل شيء. واللاتي تخافون نشوزهن، هون فتنا بقى على الموضوع، نشوف شو حقوق النشوز، فعظوهن. فقال الله عز وجل فعظوهن، هذه أول مرحلة الوعظ والتخويف بالله عز وجل، وأن هذا لا يجوز لها، وأن تذكر بعظم حق الزوج والأجر المرتب على طاعته وحسن التبعل له، وأن تذكرها أيضا بما ورد من الوعيد الشديد في من تعصي زوجها إذا دعاها لحاجته أو تخرج عن طاعته. وين القسم؟ ويحق لها 4 شهور أن لا يطالبها الزوج بالنكاح، ويحق له أن يطلقها من بعد ذلك، ويجب عليه التنازل عن بعض الحقوق. وين هذا؟ مو شايف نصيحة فورا؟ وشو يعني فعظوهن؟ معنى عظوهن أنه خبروهن أنه الله لح يعاقبكن، وخوفوهن بالملائكة يلي عم تلعنهن. إذ قال محمد في هذه الآية إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. بل في رواية أخرى وهي أخطر من هذا قال فبات زوجها عليها غضبان لم يزل الذي في السماء، يعني رب العزة سبحانه، غضبانا عليها حتى يرضى عنها زوجها. أن امرأة إنسان يعني لا ترغب بممارسة الجنس مع زوجها، واضح أنه في سبب للموضوع. ما حدا بيرفض ممارسة الجنس مع إنسان بيحبه إلا لأسباب معينة شو ما كانت تكون. شو هو الحل الإسلامي للموضوع؟ تعظها، بتجيب لها هدول الأحاديث وبتقول لها ملائكة عم تلعنك. الملائكة تاركين كل شيء بالكون تبعنا، مصائب وحروب ومشاكل ومجاعات كل شيء، وقاعدين عم بيلعنوا امرأة لأنها غير راغبة بممارسة الجنس مع زوجها. طبعا ليس الملائكة هم فقط من يلعنوك يا أختي المسلمة بحرفت ممارسة الجنس مع زوجك، لا، العاهرات المتفيزيقيات بالجنة أيضا يلعنونك، كما أتى في هذا الحديث الجميل. الحور العين تبع زوجك اللي الله كتبهم له نفسهم عم بيلعنوك وعم يطالبوه انه يجي لعندهم حتى يمارس الوقت الجميل عندهم ويبتعد عنك. كيف فينا نبني علاقه زوجيه صحيه ونحترم المراه لما يكون في هيك نصوص؟ نكمل بحال رفضوا وخوفناهم من الملائكه والحور العين تشتمهم كذا، شو بنعمل؟ وهجروهن في المضاجع، اي ان يعاقبها بالهجران وهو ان لا يجامعها او يضاجعها في فراشه. وطبعا الرجل بهذه الفتره له زوجات اخريات يمارس الجنس معهن وملك يمين والى اخره. نكمل الان بحال رفضت ممارسه الجنس بعد كل هذه الامور، بعد التخويف وبعد الهجران، ماذا نفعل؟ واضربوهن. تخيلوا انسان عم يضرب زوجته حتى تمارس الجنس معه. رفض ممارسه الجنس له سبب. الاسلام ما بيهمه حل المشاكل، الاسلام بيقول لك توعظها، تهجرها وتضربها. كيف إنسان أصلاً بيقدر يمارس الجنس مع امرأة مرتعبة ومتألمة ويمكن تبكي أيضاً بسبب الضرب؟ كيف بيقدر يمارس الجنس معها من بعد هذا المنظر؟ طبعاً هذا مو يعني هذا كلام الله، إله خالق الكون هو قرر أنه هذا حل جيد جداً. هذا الحل ليس من رجل بدوي عاش من 500 سنة بالصحراء، لا، إله الكون هيك رأيه. والموضوع بالقرآن لا يقتصر على ضرب الزوجة لإجبار على ممارسة الجنس بحال رفضت، لا، حتى إن رفضت حركات جنسية معينة تجبر عليها أيضاً. الآية سياق التاريخي نزلت بعد ما سافروا مسلمين على المدينة والإسلام انتشر بالمدينة، وبدأوا المسلمين يتزوجوا من يهوديات سابقات وإلى آخره. واليهود بهذاك الوقت كانوا يؤمنوا بخرافة أنه إن أتى الرجل من وراء زوجته، إن أتاها مدبرا وهو عمارس معها الجنس لحتى يتكاثروا، الولد بيجي أحول ساعتها إن كان مدبرا. فرفضنا النساء اليهوديات سابقا أن يمارسن الجنس بهذه الطريقة مع أزواجهم المسلمين، وذهبوا لرسول الله ليشتكوا. فأتت الآية التي تقول نساءكم حرث لكم فآتوا حرثكم أنما شئتم، نسوانكم هن الحرث لكم. الحرث هي كلمة منقرضة بلهجة منقرضة، لكن الله قرر يكتب قرآن مبين في هذه اللهجة، تعني بقعة الأرض أو شقفة الأرض أو أرض الزراعية. فنسوانكم هن القطعة من القطعة الزراعية لكم، وآتوا حرثكم كما شئتم، مثل ما أنتم بتجوا على الزراعة تبعكم وبتزرعوا الأرض كيف ما بدكم، كمان تعوا على نسوانكم وزرعون كيف ما بدكم. فالقرآن ما عنده اهتمام أو احترام لرغبات النساء بالأمور الجنسية. تخيل أنت عم تمارس الجنس مع امرأة وأنت بتعرف حالك عم تعمل شيء هي كارهة له، كيف أصلاً كيف فيك تعمل علاقة مع هيك شخص؟ كيف بيكون الطرفين سعيدين بهيك شيء؟ مستحيل هذا يصير. هذا اسمه إكراه، بمعنى تاني اسمه اغتصاب. ولكن وللأسف وكما يفهم بشكل واضح من هذه الآيات أن اغتصاب الزوجة بالإسلام محلل،
مفهوم أنها تهدد وتهجر وتضرب على أن تمارس الجنس مع زوجها عندما ترفض ذلك، وأنها مجبرة على الإيتاء بحركات جنسية هي يمكن لا ترغب بها. هذا اسمه اغتصاب، ولكن بالإسلام ما بيشوفوا أنه الزوج يغتصب زوجته، لأنه هي حرث له وهي حلال له، بيقدر يعمل اللي بده إياه فيها. شلون يعني الزوج يغتصب زوجته؟ مو موجودة بالإسلام. ولكن الحقيقة أنه هي الآيات هي تعليمات واضحة خطوة بخطوة كيف تغتصب زوجتك. هي الآيات هيك، لا يفهم منها أي شيء آخر أبدا. ولكن إله الإسلامي لا يهمه أن تغتصب الزوجة لطالما أن الزوج سعيد. إله الإسلام يكره النساء، ولا يكره النساء فقط، بل يعتبر أن النساء عار وشيء مهين، تماما كما كان يفكر بعض القبائل العربية في ذلك الوقت بكره النساء واعتبارهم على أنهم عار. نقرأ بسورة النجم اللي نزلت بكفار قريش لما قالوا أنه الله له بنات. مرة تانية الله هي كلمة ما قبل الإسلام، وأوثان قريش كانوا يعتبروها بنات لله. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. إله الإسلام غضبان من كفار قريش وعم بيقول لهم عم تقولوا على اللات والعزة والمناة أنه هدول بناتي، عم تاخذوا الذكر لألكم تعطوني الأنثى، إنها قسمة ضيزة يعني قسمة غير عادلة. أتجعلون له ولدا وتجعلون لكم أنثى وتختارون لأنفسكم الذكور تلك إذا قسمة ضيزة، يعني قسمتكم في هذه قسمة جائرة غير مستوية ناقصة غير تامة، لأنكم جعلتم لربكم من الولد ما تكرهون لأنفسكم وأثرتم أنفسكم بما ترضونه. الله مزعوج من هذا الكلام وشايف فيه عار وتقليل من القيمة. ولحتى نوضح هاي الصورة أكثر نقرأ بسورة الزخرف اللي بتقول وإذا بشر أحدكم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني إذا بشر أحدكم هؤلاء بما جعلوا لله من البنات يأنف من ذلك غاية الإنفة وتعلوه كآبة من سوء ما بشر به، أنه أجت بنت هذا الشيء سيء، ويتوارى من القوم من خجله في ذلك فكيف تأنفون أنتم في ذلك وتنسبوه إلى الله عز وجل. هاي الآية بحسها كأنه واحد، خلينا نقول ليس بإنسان ذكي، عم بيحاول يكون منطقي، عم بيحاول يمنطق الأمور بأنه أنا ما دخلني، أنتوا بتقولوا أنه النساء أو البنات عار، ولما بيجيكم بنات بيسود وجوهكم تشعروا بالعار وإلى آخره، هذا أنتوا بتعملوه، فكيف بتنسبوا لي إياهم لإلي؟ يعني عوض ما يقول مثلا أنا خلقت لكم هؤلاء البنات الجميلات افتخرنا بهن ولا تنزلوا بهن بعار ولا كذا، لا ما بيقول لهم هيك، بيقول لهم شلون أنا بمشي معكم، أنتوا شلون بتفكروا؟ أنتوا تروا أنهم عار فكيف تجرؤون على أن تنسبوهم لي؟ هذا كلام إله الكون يفترض أن يكون. أعزائي المشاهدين نكمل الآية الجميلة أو من ينشئ في الحيلة وهو في الخصام غير مبين. معناه أن النساء ينشأن منذ الصغر في الحلية تحليها الأم لسداد النقص الذي قد يكون فيها، وإذا جاءت تخاصم تجد المرأة لا تركز في خصومتها ولا تحدد وجه الخصومة، إنما تفلت وتتكلم بكلام قد يكون في صالحها وقد لا يكون. من لما بتولد هي بتكون ناقصة وبيلبسوها الحلي وهي الأشياء لحتى تكمل هذا النقص، يعني يفترض الله هو اللي خلقها لكنها ناقصة. مهم. وإذا خاصمت فلا عبارة لها بل هي عاجزة عية، أو من يكون هكذا، يعني هكذا يعني ناقص وغبي ولا يستطيع الجدال، ينسب إلى جناب الله عز وجل، فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى. فكيف بتجيبوا هاي الإمرأة الناقصة اللي أنتوا بتتعيروا فيها، اللي أنا خالقة ناقصة، اللي بتعرفوا أنه ما بتعرف تحكي، غبية، ما بتعرف تفوت بحوارات، كيف بتنسبوها لإلي؟ أنا إله الكون، عم تقولي أنه أنا عندي بنات وبتاخدوا الصبيان لإلكم؟ هذا كلام إله الكون يفترض أن يكون. كيف الإسلام عز المرأة؟ حابب لهلأ أنا حابب أعرف كيف الإسلام عز المرأة. 1500 سنة من الاضطهاد الذكوري بتفويض ذكوري من إله ذكوري على النساء على أيدي رجال، معدل الآي كيو الوسطي تبعهم يتراوح بين 80 وما دون. وعندما نطالب بأمثلة عن كيف أعز الإسلام المرأة نسمع المثال الوحيد الفقير المكرر أن الإسلام أتى ونهى وأد البنات. العرب كانوا يقتلوا بناتهم من زمان، الإسلام منع هذا الشيء والحمد لله أعز المرأة. كتير بيتكرر أن الإسلام أعز المرأة عند إلغاء وأد البنات اللي هي عادة عند بعض القبائل العربية، مو الكل، لو الكل كانوا انقرضوا كانوا ما قدروا يتكاثروا، لكن بعض القبائل العربية كانوا يشوفوا عار بالبنات ويقتلون أول ما يولدوا أو بفترة حياتهم. وسبب هذا العار اللي كانوا يشعروا فيه العرب هو أنه عند إغارة قبيلة ما على قبيلة أخرى والانتصار عليها كان المنتصر يأخذ النساء تبع هذه القبيلة الخاسرة ويجبرون على الزواج من القبيلة المنتصرة، فكان العرب يشوفوا عار بهذا الشيء. أنا بنتي تتزوج من واحد من هاي القبيلة كانوا يشوفوا عار. ولكن العرب كان عندهم قاعدة تدعى المحصن، يعني
لما بنسبي النساء ويظهر أن أحد هؤلاء النساء متزوجات أو محصن تعود أو ترد إلى زوجها. هي كانت القاعدة تبعهم، لا يجوز الزواج أو اغتصاب الامرأة المحصن، لكن أي حدا غير محصن كانوا يجبرون على الزواج أو اغتصابه إلى آخره. فيفترض أن الإسلام أتى ولغى هذا الموضوع ليعز المرأة. كيف منعرف هذا الشيء؟ منقرأ بسورة النساء من الآيات 23-24 اللي فيها تحريم من هم النساء المحرمات التي لا يجوز نكاحهن أو زواجهن، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. يعني الحمد لله أنه موجودة هي الآية، يعني لولاها كانت مشكلة كبيرة كتير. ونهاية التحريمات بالآية بتصل لعند والمحصنات من النساء، يعني المحصنات من النساء حرام عليكم، لا يجوز في الإسلام زواج الإمرأة المتزوجة لأنها محصن. يكمل ليقول إلا ما ملكت أيمانكم، وهون المشكلة، يعني المرأة التي يتم إلقاء القبض عليها بالحرب يجوز اغتصابها حتى ولو كانت متزوجة. هذا هو قانون الإسلام. كيف الإسلام أعز المرأة؟ الإسلام ما نهى وأد البنات لحتى يحمي ويعز المرأة، نهى لحتى يكون في ملكات يمين، لحتى يصير في سبايا وجواري وسراري بالسوق وينباعوا وينشروا. بعدين زاد الأمور سوءا من الإسلام. العرب كان عندهم قاعدة المحصن، إذا واحدة متزوجة ترد إلى زوجها. الإسلام قال لا، لا ترد، تغتصبوها حتى ولو كانت متزوجة. يعني حتى هذا الموضوع الوحيد اللي بتشدقوا فيه لم يعز المرأة وزاد الأمور سوءا. فنحن هلأ عندنا نظامين، واحد بيقول أن النساء أثناء الحرب لا يجوز اغتصابها إن كانت متزوجة وترد إلى زوجها، ونظام تاني بيقول لا، تغتصب حتى ولو كانت متزوجة، شو ما كانت المرأة تغتصب بالحرب. واحد من بيناتهم اسمه الجاهلية، لكم من تختاروا. بالنهاية أنا لا أعلم إن كان هناك إله أو خالق للكون، ولكن هذا الإله البدوي الذكوري متحجر التفكير غير موجود في الواقع. هذا الإله موجود فقط بعقل إنسان بدوي ذكوري متحجر التفكير، إنسان نجح ببناء منظومة سياسية تقطل وتدبح عليها الصحابة من بعده واستمرت لوقتنا الحالي، والأجيال الجديدة تعلمت عن وجود هذا الإله بالتلقين فقط وليس بالتفكير والمنطق والعلم والبيان والقراءة أبدا، بالتلقين فقط. أختي المسلمة، أنت مالك بحاجتي لأشرح لك أنك أنت لست مفسدة وضوء وصلاة، ولست سفيهة وغبية وناقصة عقل ودين وعورة وفتنة وعار وإله. أنت مالك بحاجتي لألك هذا الشيء. أنت مالك بحاجتي لأقرأ لك النصوص اللي عم بقراها اليوم. روحي أنت وقري هاي النصوص، لحشاركها كله وسهل عليك المهمة. أنت مالك بحاجة ذكر يطلع بمجتمع ذكوري يشرح لك ليش أنت مهمة، مو مالك بحاجتنا. أنت لازم تغيري، التغيير لازم يجي منك. وأنا ما عم بقول ترك الدين، طالبي بتغيير هذه النصوص. أنت كمسلمة طالبي بتغيير هذه النصوص. القرآن كله غيروه، قاتلوهم لا تعني اقتلوهم، قطع اليد لا تعني قطع اليد، ضرب الرقاب تعني المودة والمحبة. غيروا كل شيء بالقرآن وما غيروا الأشياء اللي بتضرك. القرآن ما فيه شيء مثل ما كان أيام زمان. فبما أنه رح يتجاهلوا هذا الفيديو مثل ما تجاهلوا غيره، بنصحكم أنتوا تقروا المراجع وتتعلموا عنها. لا تصدقوني ولا تصدقوهم، وأفضل شيء فيني أنصحكم إياه إنه تحبوا بقلبكم بس تفكروا بعقلكم. Peace.